محاكاة إباحية ساخرة لفيلم حرب النجوم يجمع مبيعات بقيمة 500%، بينما يتسابق الناس لحضور الأجزاء السابقة لفيلم حرب النجوم والجزء السابع والأخير، اختار البعض القيام بنشاطات أكثر إثارة، فقد كان هؤلاء حريصون على انتصاب سيفهم الوضاء من خلال فيلم إباحي ساخر يحاكي الجزء الأخير لحرب النجوم، لكن الاسم مختلف، فالفيلم الحقيقي اسمه يقظة القوات، بينما اسم الفيلم الإباحي حرب النجوم XXX. وتعد ميزانية الفيلم من أعلى ميزانيات الأفلام الإباحية والجنس حتى الآن. لقد حقق الفيلم الإباحي نسبة مبيعات هائلة بلغت 500% في الأسبوع الأول على أقراص DVD من خلال محاكاة مشاهد الفيلم الحقيقي، كأن يقوم درات فيدر بالتحقيق مع الأميرة ليا من خلال سيفه الوضاء، ومشهد جنس ثلاثي للوك وليا وهان. حتى الوحش شيوي لم يسلم من الإباحة والإغراء، لقد كانت مشاهدة إباحية من العيار الثقيل والتي يرغب بها محبي الفيلم على ما يبدو. فما رأيكم يا محبي حرب النجوم؟ هل كنتم لتشاهدوا أبطال الفيلم يتنكحون؟